طبعا قعدت، لا قبل ما اقعد هنسيت، انا واقفه على الباب، عبد الوهاب اول واحد، ثاني وحده نهله، ثالث وحده انا، كان يشاركني عبد الوهاب بكل شيء يعني بحفلاته، يعني انه يسلم على الناس ويتفضلوا يعني على الصالون. بوقتها مديت ايدي لاسلم على ورده، قامت رجعت ايدها نزلتها لتحت. أوف. والله العظيم وحياة عيوني، انا دخلت على غرفة القعدة صرت ابكي، انا ولد صغير يا حرام، يعني جرحت لي مشاعري. فعبد الوهاب اتضايق كثير لما شافني عم ببكي، قالت لهم الله ما تخلوا السورية دي تغني، انا السورية يعني مالي اسم، يعني هاي اول مرة بذكر لك اياها في مقابلتك على فكرة، بغير مقابلات انا ماني ذاكرتها. أول مرة والله اول مرة عشان خاطر عينيك. دخيل قلبك. الله يخليك. فدخل عند جوابي، قال لها شوفي بصي يا وردة، اذا مش عايزة تغني بلاش، وهي السورية اللي عم بتقولي عنها هي سورية، هي اسمها ميادة الحناوي مو سورية، وانت يا اختي مالك عايزة تغني بلاش، يعني مثل كانت يعني تقليع على انا هيك هيك نحن بنفهمها يعني بالسوري. قامت اخذت شنطتها ومشي. بعد ما مشيت رطبوا خاطري ورجعت يعني انضميت للضيوف يعني. وغنيتي بوقتها؟ وغنيت، وكانت جنبي الله يرحمها نادية لطفي، وبليغ قاعد على الارض، ومحمد الموجي، حتى اجا الموجي لعند الاستاذ الموسيقار محمد عبد الوهاب، قال له بتاذني انه الحن لمياده؟ قال له من بعدي. والله العظيم انا كنت قاعده بسمع يعني. قال له ايه ما خليك تلحنها بس من بعد ما انا الحنها. وفعلا انا سافرت لحلب، وكل يوم كان يتصل فيني شي محمد سبع الموجي مرات. لا عبد عبد الوهاب. الوهاب، نعم لانه انا مو قلت له بابا مريض، نعم فما له خبر انه انا ما عدت ارجع، لانه لسبب ما صار يعني ما عدت ارجع، خلص ما عاد بدي الفن. فالمهم بعد شي 10 ايام 5 مليت يعني، ما بدي ارد على التليفون يعني، كل يوم 7 8 مرات ما بدي ارد. خليت البنت الشغاله اللي عنا ترد، يعني انا مسافره. والله انا قاعده مره من المرات بالليل هيك، كانت الساعه 10 تقريبا او 9، سمعت في يوم وليله بصوت ورده الجزائريه. فهو كان باله من المعجبين عبد الوهاب بفن لوردة الجزائرية. لما كنت انا عنده يعني ما كان ملحلها، يمكن كان ملحلها غنية زمان يعني بألفظ وعبد الحمولي يمكن، ما بعرف. هي طبعا اكبر مني بكثير يعني، انا كنت صغيرة بوقت بذاك الوقت يعني. لما أنا سمعت الأغنية صرت أبكي يعني، تضايقت، بس أنا بإيدي يعني، بوقتها بإيدي، أنا اللي سافرت وما عدت ترجع. تعرف إنه في يوم وليلة اندفع فيها لعبد الوهاب $500,000؟ بهذاك الوقت، بهذاك الوقت 50 $500,000، وما بدي أذكر مين اللي دفعه، ما بدي اذكر. ذكرنا كنا كثير صريحين، بدي اعرف يعني شخصيه عربيه مهمه وفهمه كفايه. نعم. فاندفع له سياسيه لعبد الوهاب $500,000، انا كان حاعطيني اياها ببلاش. اوف. يعني شوف الفرق يعني. وغنتها ورده. وحتى كتب معي عقد لشركة صوت الفن، كانت هو بيملكها. نعم. عبد الحليم في مجد العبروسي، كانوا ثلاثة.
فمضى معي، انا كنت بوقتها قاصر، جابوا الاذن من الوالد الله يرحمه. الله يرحمه. انه يعني مضى والدي عني، يعني انا لانه دون سن تحت 18 يعني ما بصير انا بوقتها يعني. صحيح. ولا وما زلنا يعني انا يعني قاصر قاصر. صحيح. بعدين يعني بعد ما سمعت الغنية يعني أنا الموضوع خلص يعني ما عادت يعني اهتميت كثير. جابوني الموجي، الأستاذ الموسيقار الموجي، وعمل لي اللحنين اللي قلت لك عليهم. وبعدين سمعوا البليغ بلندن وحجزنا له واجا. والحقيقه هي اختصارا يعني هي بدها كثير. نعم. اليوم تندمي انك ما غنيتي في يوم وليله؟ تندمي؟ تزعلي؟ لا لا والله ما لن اندم، لانه غنيت اعظم من أعظم. من, 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 من يعني في عندك بليز عمل لي روائع. هلا مش عوايدك مين بيقدر يغني؟ ما حدا غير مثلا فاتت سنة مين بيقدر يغنيها؟ يعني حبينا وتحبينا الغنية الصغيرة هي. شوف قديش فيها عظمة. حبينا وتحبينا طلعت ونزلت وما بعرف شو، يعني بدها صوت قادر. يعني أنا بليغ اكتشف مكنونات صوتي هو. هلا بلا شك اللي اكتشفني الموسيقار محمد الموجي. بس الأغاني ما أخذت حقها. شو كان السبب؟ اللي شهرني وفهم صوتي كويس هو بليغ حمدي. نعم. يعني أنا بعتبر اكتشافه اللي اكتشفني بليغ حمدي.